كحلي يا توت، كحلي يا توت، كحلي يا توت وعيني ياقوت. كحلي يا توت، كحلي يا توت، كحلي يا توت وعيني ياقوت. ماما نجوى؟ ها؟ ديك ماتيا هاك الشابة ما عند ربي ما شاء الله، هاك تشبهي اللون جابت الغول. ماما نجوى علاش بتي بتو؟ ما انت انا نخوف؟ لا لا، لون جا شباب بزاف بزاف، بصح موليها غوال. ماما نجوى جاوني ناس بعد بيها بنت الغول. هذه هي الحكاية تاع اليوم، حاجة هايلة. شوفوا دوك نخبي المكحلة والمرو تاع يما العزيزة الله يرحمها ونجي نحكيها لكم. روحوا تقعدوا دوك نجي. أجمل الجو هنا يا رفقتي وأبدع، لون السماء أزرق والشمس قرص أصفر. حاجتكم ما جيتكم، أنا ماما نجوى بالخير جيتكم. مس الخير يا حضار، وما تحلى الجلسة إلا بذكر النبي المختار. قعدتنا هذه يا ولداتي رايحين نحكوا فيها قصة ونجبدوا منها عبرة. تراثنا كبير وغني وما أثرت سلافنا كنز، لازم نعلمهم لأولادنا كما علموهم لأجدادنا. وقبل ما نبدأ الحكاية إليكم هذا اللغز، حاجتكم ما جيتكم. سلسلة في سلسلة فيها خوك وفيها بوك وفيها سلطان الملوك. نعودها، سلسلة في سلسلة فيها خوك فيها بوك وفيها سلطان الملوك. خموا مليح عندكم الوقت. ماما نجوى هاي احكي لنا القصة تاع اللونجة بنت الغول اللي تبهلل. انت يا جبين الغول مش اللونجة. لا لا يا خا برك ما تقلق فيها. اسمعوا الحكاية. في قرية بعيدة معروفة بالعجائب والغرائب، تقول واحد الخريفة اللي يخرج بعد المغرب ياكلوا الغوال. تواصلوا يعني جيل بعد جيل، عادوا يدخلوا بكري ويغلقوا بيبانهم وتواقيهم، واللي يبقى برا يتأخر مصيره مجهول على خطر يكون الغوال كلاوه. والغوال يشموا ريحة البشر من بعيد. وكانوا يرقدوا في النهار وينوضوا في الليل جعانين وزعتانين، والحاجة اللي يلقاوها في طريقهم ياكلوها. المهم يعمروا كروشهم الكبيرة ويحبسوا الجوع اللي يحكمهم كل يوم. في واحد النهار سمعوا سكان القرية عياط كبير جاي من الغابة، زعزع لهم ديارهم وخلعهم وخلهم يجريوا ويتخباوا على خاطر خافوا يهجموا عليهم الغوال اللي عايشين في الغابة. مع الوقت عرفوا بلي مرت الغول زعيم الوحوش ولدت غولة صغيرة. جات الأيام والسنين وسكان القرية محافظين على نفس الطريقة في الحياة، ينوضوا بكري
يخدموا ويجريوا لبيوتهم غير ما تبدا الظلمه تطيح. حتى لواحد النهار وين كان جاي للقرقة طبيب هو وعائلته باش يعيش فيها ويفتح عيادة يداوي فيها سكان القرية. وهو في الطريق تقلب بيه الكاليش واختفى هو ومرته، وبقى غير ولدهم الصغير اللي مشى 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 حتى القطة كبيرة، وبقى يستنى يجوز شي واحد باش يديه. حتى وصل لواحد الشيخ الكاليش، كي شافو بهذيك الحالة مخلوع ومجروح والدم يسيل من راسو، غاضو مسكين رفدو وداه يجري لدارو وقال مرتو داويه. بقى له المسكين بين الحياة والموت بعد ما تخلطت عليه الخلعة الحمى. عاد الشيخ اهتموا بيه حتى برا وناضو وقف على رجليه، وهكذا فرح الشيخ ومرتو بالولد اللي سلك للموت بشعره. وبداو يسقسوا فيه بسمك، قالهم مقيدش، وطلبوا منه يحكي لهم كيف لحق القريه، وحكى لهم الحكايه كامله وهو يبكي ويترعش. العجوزه والشيخ قروا يربيوه على خاطر ما عندهمش اولاد، وتاني مقيدش ما يعرفش يرجع لبلادي وحده. ماما جوا والدي كلهم الغول. ايه يا وليدي، على خاطر باتوا في الغابه. ولا انت هي الغوله الصغيره؟ ايه كل الناس على بالهم بالغوله، دوك نلحقوا ليها. كبر مقيدش ولا راجل شجاع قوي، تعلم يركب في العود وتعلم يستعمل السيف، هكذا باش يقتل الغوله والغول وينتقم على ثار والديه. مشى للغابه بالعقل 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 حتى وصل، تخبى ورا الشجره وغطى روحه بالورق ودهن الجسم تاعو بالقطران هكذا باش الغول ما يشموش تحت البشر، ودخل دار الغوله حتى شاف واحد المنظر يخوف. الغول والغوله راقدين وفمهم مفتوح، ماكلوشهم نفخه من كثره ما كلاو، وقدامهم عظام الحيوانات اللي كلاوها في الليل. هو واقف يشوف فيهم، خرجت عليه واحد الخليقه برك شافها طاحوا السيف من يدو من كثرة الخلع. سبحان الله طفلة شابة بزاف، عيطتو وقالتلو واش راك دير؟ رد عليها مقيدش هو يرفد في سيفو اللي طاح من يدو، أنا مقيدش وجيت نربي الغوال ونهني سكان القرية من شرهم، وانت شكون؟ ردت عليه الطفلة، أنا لون جابت الغول والغولة. مقيدش تسمر في مكانه وقال كيفاش هذي الغوال بشرهم وزعاقتهم يقولوا طفلة شابة؟ لون جا زعفت وردت عليه ما تقولش هكذا على والدي يا عزاز. مقيدش قرب ليها وشدها ميدها بالقوة وقال لها والديك العزاز قلت له والدية وخلوني يتيم واليوم جا نهارهم. بصح من سوء حظه في هذه الدقيقة فتحت الغولة عينيها وشافت مقيدش، ناضت وزدته وخبطته في الأرض حتى انصرح، وجات رماته في البير العميق ورمت سيفه بعيد، وقالت لبنتها لونجا روح للغابة جيبي شوية خضرة وزيدي روحي لخالاتك عرضيهم يجيو يتعشاو هنا. لونجا من الخلعة ما لقات ما دير،
لأول مرة في حياتها تشوف بشر يشبوها ما يشبوش الوالديها الغوال المزروقين. وش تدير؟ مقيد شغالها وعجبها، بقت حيرة وتمشي في الغابة وتفكر وش تدير. حتى جات قدامها كبش سمين كان يراعى الحشيش، وهنا جاتها الفكرة جهنمية. حكمت الكبش وخبات بعيد على الدار، وكملت طريقها وراحت عارضت خالاتها اللي كانوا راقدين. لما جت السهرة ناضت الغولة وحطت قدرة كبيرة قطعت فيها الخضرة اللي جابتها لونجا. وهنا كانوا خوالاتها الغولات لحقوا باش يتعشاو عند خوتهم الكبيرة. دخلوا فرحانين وقعدوا يستناو يطيب العشاء. يا خاحت أبو قيدش، ولونجا واش دارت ماما نجوى؟ لما بدات القدرة تبقبق راحت الغولة للبير وجابت قيدش مسكين وبدات ترمي عليه في العقاقر. هكذا لما يطيب يجي بنين. القيدش مسكين بدا يعطس، ولونجا تشوف فيه غاضها مسكين وحبت تدخل روحها. راحت جرت بسرعة جابت كبش سمين ورماته في قدرة وقالت لها الغولة: يما شوفوا باش جبت. الغولة طلت على القدرة لقاتها تفيض. دارت لبنتها قالت لها: وش حطيتي في القدرة؟ لونجا: كبش سمين سرقت للراعي. الغولة تخرج واحد العقطة كبيرة حتى الدار زعزعت. وجا الغول يجري: وش بيك وش بيك؟ علاش راك تعبطي؟ بنتك فسدت اجتيادي، كنت رايحة نطيب هذا الولد على حساب عاداتنا وعادات جدودنا وهي رمت الكبش في قدرة. لونجا: اسمحي لي يا يما، حبيت نفرحك برك. الغول يرد على بنته: خلاص ناكل كبش اليوم ودا إن شاء الله ناكلو هاد الولد. بعد ما طاب الكبش كلاو الغوال وزادوا سهروا حتى طلع الفجر. من بعد كل واحد راح يكمل رقادو في دارو، وحتى الغول والغولة خلاو الدار مقلوبة وراحوا يرقدوا. وهنا قررت لونجا تسلك بقيدش، فتحت له الحبيلة اللي كان مربوط بيها وقالت له: اجري اهرب ما تجيش تولي لهنا. بقيدش رفد روحه. من بعد عاود ولا وقال لونجا: علاش سلكتيني؟ قالت له لونجا: ما على باليش، بس حسيت انه لازم نمنعك باش ما ياكلوكش. روح وجري جري روح ما درش وراك، ممكن ينوضوا والديا ويحوسوا عليك، روح. مكنتش هرب، بصح حلف يعاود يولي نهار واحد اخر هكذا باش يحبس الاقوال ويريح سكان القريه من شرهم. رجع مكنتش القريه وحكى لسكانها واش شاف في الغابه، وطلب منهم يتحدوا باش يشدوا الغوال ويحبسوهم في سجن بعيد هكذا يتهناو من شرهم. في هذا الوقت كانت لونجا تفكر مقيدش وتقول: راني خديت ريحة يخليته راح، بصح معليش، المهم إن شاء الله يكون بخير وما يجيش يرجع لهنا. على خاطرش هذه المرة ما رايحش يسلك من والديا. نهار جا اليوم المشهود اجتمعوا سكان القرية وبداو يتقدموا للغابة، ومقيدش هو اللي كان يوري لهم الطريق حتى وصلوا لدار الغوال اللي كانوا راقدين فيها بالعادة. دخلوا سكان القرية بلا ما يديروا الحس،
وربطوهم ومن بعد نقلوهم واحد قفص كبير متين خدموا حداد القرية ومن بعد تقدموا دار الغولات خالة تونجا وزادوا حبسوهم في نفس القفص. ولما رجعوا المحاربين القرية داروا حفلة كبيرة سبع أيام وسبع ليالي ولو ما يخافوش ولا يسهروا برا على خاطر تهناهم الغوال. لكن واستفرحت سكان القرية غرقت لونجا في حزن كبير وراحت من بيت والديها وسكنت في واحد الكوخ كان الحطاب يخبي فيه الخشب وبقات خايفة من سكان القرية لا يزيدوا يحبسوها هي تاني مع والديها. لكن بقيدش كان في هذا الوقت تحوس عليها حتى لقاها وفرح بزاف. لونجا كي شافتو أخافت منه بصح كي سمعت واش كان حاب يقولها ارتاحت قالها لونجا والديك قتلوا والديا وانا وسكان القرية حبسناهم باش يعيشوا الناس في الأمان ملينا من شرهم وظلمهم إذا قبلت تزوجيني راح تكون معزة ومكرمة طول حياتك وإذا حبيت تروحي من هذه القرية هذا الشيء يخصك تفكري وردي لي بالخبر. قبل تزوج معه لونجا تفاجأت بطلب مقيدش وفرحت بزاف على خاطرها تاني كانت تتمناه. وبعد فرحت سكان بحبس الغولة والغول زاد فرحة كبيرة نتاع العرس نتاع مقيدش بلونجا وهكذا عاشوا كامل السكان فرحانين ومهنيين. عجبتني الحكاية ماما نجوى. أنا فرحانة عجباتك وانتي أميرة بزاف شابة يا ماما نجوى يعطيك الصحة. الله يسلمك أنا فرحانة عجبتك الحكاية. دوك نجوزو لحل اللغز نتاع الحلقة اللي فاتت اسمعوا مليح حاجتكم ما جيتكم على قالب سكر يبات يذكر على قالب سكر يبات يذكر. الحل هو تعرفوا ولا لا؟ لا هو المنبه أو الرذاي. اللغز نتاع الحلقة هذه فكروا فيه مليح واصبحون على خير. صبحوا على خير.